مشاكلكم وكان فكوها عليكم، كاين الحل على أصوات. خصنا نفرقوا ما بين المسؤولية الجنائية اللي الطبيب في هذه الحالة هذه وهذه استثنائية جدا، وأنه تيكون تقصد يرتكب واحد الجريمة مثلا، اللي كنمشيو نديرو إجهاد سري، كنعرفوا بأنه عملية الإجهاد هي جنحة تعاقب عليها القانون. إذن الطبيب اللي كيتعاطى لهذه الممارسة فهو عارف راسو داخل في واحد الجريمة، إذن تيمكن يتعاقب، وهذه مسألة كتدخل المسؤولية الجنائية. ولكن المسؤولية اللي كتقصدي أكيد في السؤال ديالك كيسبب الدكتور أو الطبيب الضرر لواحد المريض، هذه مسؤولية تقصيرية، فهي في الأصل مسؤولية تعاقدية، لأن كاين واحد العقد ما بين الطبيب وما بين المريض ديالو، وأنه الطبيب غادي يحاول يبذل كل ما به في وسعه وجهده وعلمه ومعرفته وخبرته وتقنياته في ميدان طبي باش يحاول يساعد هذاك المريض، والمريض طبعا في المقابل تأدي الواجب ديال هاد العملية الجراحية أو ديال التتبع أو ديال العلاج. هذا هو العقد اللي بيناتهم. ولكن في بعض الأحيان يمكن طبيب ما دارش داك الشيء اللي كان خصو يدار في ديك العملية، ارتكب واحد الخطأ، كان هناك واحد تقصير، أو لما التزمش بداك الشروط اللي دار مع العقد مع المريض دياله، هنا كنبقاو في مسؤولية تعاقدية. أما إلا كان مقصر، يعني ما معنى مقصر، ملي كان تيدير له داك العملية مثلا ولا ملي كان تبعو في واحد العلاج معين، كان خصو يدير واحد طريقة باش يعالج أو طريقة باش يداوي أو طريقة باش يدير العملية الجراحية، وما دارهاش بك الطريقة. وكنقولوا واش باش حنا نعرفوا الطبيب هذا واش ارتكب خطأ، واش هناك تقصير من طرفه أو لا، لا كنديروا نعرفوا. وكنسألوا السؤال الآتي، تنقولوا إلا لقينا طبيب مزيان وفي نفس الظروف، أحسن طبيب في العالم في نفس الظروف نفس الشروط ونفس المريض، شنو كان الطبيب غادي يدير؟ واش كان غادي يتصرف نفس التصرف اللي دارها الطبيب؟ إذا قلنا نعم تنقولوا إذن الطبيب ما كاينش ماشي مقصر. إذا قلنا لا، كان خصو في البروتوكول ديال العلاج ولا البروتوكول ديال العملية الجراحية كان خصو يدير هذه ويدير هذه وموراه يدير هذه، لأن في هذه الحالة ما كانش خصو يدير هذه وهو دارها، إذن هناك تقصير، لأن الطبيب الأحسن طبيب كان خصو يتصرف هكا، إذن هو ما كانش دار اللي خصو يدار. وطبعا مقصر هنا فين كنخرجوا التقصير. طبعا الطبيب لا يلتزم بالنتيجة، يعني يمكن في بعض الأحيان الطبيب دار اللي خصو يدار كله ومع ذلك المريض خرج بضرر، يمكن السبب يكون الجو، يمكن يكون البلوك فين دات العملية، يمكن تكون المصحة فين دات العملية، يمكن يكون الأطر الإدارية اللي كيسيروا يدبروا هذه العملية كلها، يمكن تكون أسباب لوجستيكية، يمكن يكون داك الماتيريال باش خدام فيه شي مشكل مصدي. في هذه الحالة ما كتبقاش المسؤولية ديال الطبيب، تنرجعوا يمكن المسؤولية تنتقل للمصحة، إذا كانت تدبير كانت لوجيستي كانت تدبير زمني تدبير مكاني، هادو كلهم كيمكن المصحة تحمل المسؤولية وماشي الطبيب. إذن اليوم عرفنا بأن الطبيب مقصر، شنو تيمكن الضحية يدير؟ تيمكن له طبعا يلتجأ للهيئة ديال الأطباء باش يمكن لهم يطلب منهم يدخلوا، إذا ما كانش الطبيب حيت الطبيب ماشي دائما تيرتكب أخطاء أخلاقية أو لا كيخرق المهنة قواعد المهنة، تيمكن يدير تصرف عادي، ولكن عطى الله هذا وصلنا في الضرر، كاين واحد الحادثة وقعت، إذا في هذه الحالة الهيئة الأطباء ما كتاخذش في حقه شي قرار تأديبي، ولكن تيمكن تطلب خبرة هي دير واحد الخبراء اللي كيشوفوا الملف ديال داك السيد وديال المريض، ويمكن يفحصوا حتى المريض ويقولوا هناك تقصير، وبالتالي تيخص التأمين يتدخل، وهنا كنشوف واش الطبيب عنده تأمين أو ما عندوش تأمين. إذا ما عندوش تأمين راه كيأدي هو شخصيا، ولا عنده تأمين راه المؤمن اللي كيأدي. إلا فشلت هاد الطريقة هذه الحبية تيمكن المريض الضحية يمشي للمحكمة ويدير ديك الساعات الدعوة ديالو ويطلب خبرة، غير هنا كنطلب من الخبراء يكونوا موضوعيين باش يدخلوا ويحسموا، إنه ماشي عيب الطبيب يغلط، اللي يدير 100 عملية قد يقول لي شي واحد ولكن راحية الإنسان هذه راه ماشي غلطة ديال الكتابة، هذه راه غلطة ديال الحياة، متفقين. ولكن راه الطبيب كيمكن يدير عمليات في حياته كلها في شهر في شهرين في عام، واحد خطرة وقع خطأ، هذا ما كاينش أنك الطبيب راه مجرم،
لا تخصنا نتعاملوا مع الملف بواحد البساطة. هذوك الناس اللي صحاب الضحية ولا الضحية نفسه الله يعطيهم الصبر، الله يشافيهم، الله يخفف عليهم، ولكن تخص طبيب يتحمل المسؤوليه ديالو من الناحيه المدنيه ويؤدي التعويض لهاد الناس، وفي حاله وجود تامين تيخص المؤمن يؤدي.